متواجدين النهارده في قريه بني عدي التابعه لمركز ناصر، استكمالا لقطار مبادره انت الحياه اللي مرت في بني سويف بثلاث قرى سابقين، والنهارده بنستكمل في قريه بني عدي واللي بتضم حوالي ثلاث قرى توابع بعدد نسمات حوالي 30,000 نسمه. انت الحياة ممكن نقول عليها انها قفلة متكاملة. مكتب حياة كريمة النهاردة كمان عمل حاجة لأول مرة بتحصل، وهي استقبال الحالات الإنسانية من قلب الكرة، سواء كانوا غريمين أو مرأة معيلة أو كانت أي حالة إنسانية تحتاج للتدخل سريع وتدخل مباشر، سواء في القطاع الهندسي أو في القطاع الإنساني. حياة كريمة كانت بتستقبل المواطنين كلهم على مدار الأيام الماضية والنهاردة لتوزيعهم أو نقلهم للجهة اللي تقدر تساعدهم، وكمان كان عندنا كفلة طبية 8 تخصصات مختلفة، استطاعت الكفلة الطبية خدمة أكتر من 4,000 مواطن وتوفير العلاج ليهم. بالنسبة للحالات الإنسانية بتيجي بتتكلم بتحكي ظروفها، سواء محتاجة مشروع تمكين اقتصادي أو حالة إنسانية مثلا بنسمع منها، وبناء على الكلام بنبحث عن الحالة نشوف هي محتاجة إيه. المبادرة النهاردة يعني على مدار 3 أيام فيها فعاليات كتير، فيها مصر خير، فيها قصر الثقافة بيقدم برامج ثقافية، فيها صندوق مكافحة الإدمان بيقدم أنشطة وهدايا للأطفال وتوعية للأهالين هنا في قرية بني عدي. النهاردة عرفنا إن في كارت خدمات متكاملة بتعمل، وأنا عندي ابن أخويا جبته النهاردة والحمد لله استفاد من كارت الخدمات المتكاملة وتم عمله. أنا عرفت حياة كريمة من عن طريق الإعلانات وعن طريق التلفزيون والمبادرات اللي بتعملها في كل القرى. أنا حضرت النهاردة أنا وأولادي، بنت الصغيرة كشفت لها وأولادي الكبار في مدرسة، شاركوا في الألعاب مع صندوق مكافحة المخدرات وفادوا الولاد اللي في البلد، ودي بالنسبة للقرية حاجة جميلة جدا قدمتها مبادرة حياة كريمة.